انا علاء عفيفي كمال، مؤسس بيكيا مصر. احنا بيكيا هو موقع الكتروني بيحصل عليه مقايضه او مبادله للمخلفات اللي بتطلع من البيت مقابل سلع وخدمات. مصر من الدول المعروفه انها بتعاني من وجود المخلفات بطريقه كبيره جدا في الشوارع بدون حلول واضحه من الحكومه او من الناس. فاحنا شفنا ان ده نيش ماركت ممكن نشتغل فيه ونساعد الناس ونساعد البلد يعني تبقى احسن. يعني احنا بنحاول ان احنا ننشر ثقافه فصل المخلفات من المنبع. كمان بنحاول نساعد الناس ان هي تتخلص من المخلفات بطريقه اسرع. بنحاول نحسن المعيشه بتاعتهم بان احنا بنوفر لهم سلع غذائيه. كمان بنحاول نساعدهم ان البيئه تكون احسن باذن الله. يعني حلمنا ان كل المصريين يبقوا بيستخدموا بيكيا يومين ويبقى حاجه زي لايف ستايل. يومين بيفتحوا بيكيا يبدلوا الويست بتاعهم ياخدوا مكانه سلع او خدمات. حلمنا كمان ان احنا نكونكت الناس كلها اللي عندها سيرفيس او برودكتس انها تحطها على بيكيا والناس تشتريها او تستخدمها ثرو او من خلال الويست بتاعتهم.